أبدى مؤمن زكريا لاعب الأهلي ساعدته بالفوز الذي حققه الأهلي على فريق الترجي التونسي في رادس، وشدد مؤمن على أهمية التمسك الذي ظهر عليه لاعب الأهلي في اللقاء اليوم، مشيرا إلى أن الروح والإصرار الذي تحل به لاعب الأهلي كان أهم ما يميزهم. مبروك للجهاز الفني واللعيبة ومجلس إدارة وجمهور، الحمد لله. يعني انا شايف مكسب مهم، اهم حاجه ان الفرقه كلها ادت ما عليها. يعني حضر قدر الله، ممكن حصل سوء توفيق النهارده، انت ما فيش حد دخل عليا بحاجه، ما حدش اثر في اللعيبه كلها، بالناس اللي كانت قاعده، الناس اللي كبروا السكور، بالجمهور اللي جه ازرنا، الحمد لله. يعني ربنا كل المجهود شريف خلاص. يعني اصل انت ما فيش تتكلم على الشريف اكرامي ده، انا نتكلم على الشريف اكرامي يبقى هو عمل حاجه كارثه ولا حاجه؟ لا، ده شريف ما عملش حاجه، كله كان الماتش اللي في باد لك للفرقه كلها مش شريف بس. فالفرقه النهارده كلها كويس، شريف كان كويس، والديفنس الناس كلها كانت كويسه، الحمد لله ربنا يكرم. بس خلاص ننسى ماتش الترجي، عندنا بطوله، عندنا يوم السبت ماتش مهم، فربنا يكرمنا ونقدر نحقق باذن الله البطوله دي.